بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى من بعد ما شفنا بعض لي نوصي ندوبات في الطابلو كيفاش نعمرو وكيفاش نأفيشيو بطرق مختلفة، دابا حنا غادي نقدو واحد البروغرام اللي تيغوشيخشي لينا على الماكس نتاع واحد الطابلو. عندي واحد الطابلو باغ اكزومبل فيه شي 10 لي كاز، لي جبد ليا واش شنو هو الماكس. إذا غادي نبداو في العمل تاعنا، نبداو في لي بيبليوتيكوم الأولين ستوديو بوان اش كونيو بوان اش، ثم من مين ثم جيتش بهذا الشكل. ثم غادي نذكر واحد الطابلو انت غادي نعطي فيه مثلا واحد 10 لي كاز، ثم انا غادي نعمرو بطريقة ميكانيكية. جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة القيام. إذا حتى لدابا أنا عمرت الطابلو، إلا بغيت نبحث ليه على الماكس خصني نديكلار بعد واحد الفاريابل نسميه ماكس. غادي ندير انت غادي نسميه ماكس بهذا الشكل. هذا الماكس هذا هو اللي بتحط فيه القيمة نتاع الماكس. اذا الا بغيت نبحث على الماكس اش غادي ندير؟ غادي ندير واحد البوكل فور. هاد البوكل مثلا باغ اكزومبل عندنا مثلا حنا نشوفو خارج مثلا هاد البروغراماسيون، عندنا حنا مثلا هاد الليست تاع الاعداد، جينا مثلا قلنا لشي شي تلميذ قلنا ليه مثلا يجبد لنا الماكس من هاد القيم، اش غادي يدير؟ غادي يهز القيمة الاولى ويشوفها ويقارنها مع الاخرى، شكون الكبيرة فيهم هادي، وبيهز وبيعاود يقارنها مع الاخرى، شكون الكبيرة فيهم هادي، يعاود يقارنها مع شكون الكبيرة فيهم كذلك هادي، هادي قرعة تانية هادي هي وهادي، شكون الكبيرة فيهم؟ كبيرة فيهم 98، دونك غادي يبقى محافظ على هادي، وبقى يقارن 98 مع 21، شكون الكبيرة فيهم؟ هي هادي، وبقى قارن هادي عاود تاني 7 مع 98، وهكذا واحد مع 98 تيبقى تلقى شي قيمة كبرى من 98، حنا اللي يقل. دونك حنا نفس البرانسيب اللي أننا غادي نحولو للبروغراماسيون، غادي ندوز واحد بوكل فور. هاد الفور اش غادير؟ غادي دوز ليها بكاز 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 بكاز، دونك غادي ندير واحد البوكل فور غادي مناش من اي تساوي صفر. مزيان هاد اي خصني نديكلاريوها باش ما يوقع لنا هاد المشكل. من اي تساوي صفر التانيين حتى الاي اصغر قطعة مناش من 10، اللي قلنا لي لو بوان تاع لانكريمونطاسيون و اي بليس بليس. طيب دابا اش بغينا نقولو ليه؟ حنا بعدا كيف ما سبقنا شنا في اللوج في التحليل قلنا ليه تيهز القيمة الأولى وتعتبرها هي الماكس، عليا تيقارنها مع الآخرين، تيهز هادي تيقارنها مع تعتبرها هي الماكس وتيقارنها مع السعود، تيعاود تيشوف شكون الكبيرة فيهم تيقارنها مع الآخرين. دونك أول إيطاب تنهز أول قيمة وتنعتبرها هي الماكس، وأنا اللي بغيت نهز أول إيطاب أول قيمة ونعتبرها هي الماكس. أش بين نجيب نقول ليه؟ بين ندير إف وبنقول ليه إلا كانت إيه تساوي تساوي صفر، كيفاش تساوي تساوي صفر؟ بمعنى الكاز الأولى ديك القيمة اللي كاينة في بمعنى الدورة الأولى في البوكل، الدورة الأولى في البوكل تتشوف ليا القيمة اللي كاينة في وسط، تتشوف ليا الكاز الأولى، كل دورة مسؤولة على كاز. هاد الدورة هادي الأولانية إف إلا كانت إتا تساوي صفر، دونك الدورة الأولى أش بيقو أش بيدير ليا هاد الماكس هدا حط ليا فيه تي دو إي. كيف حط ليا فيه تي دو إي؟ دابا هاد البوكل قلنا تدوز بهاكا بحال هاكا تدوز بكاز بكاز غادية، حنا قلنا لها فاش تكون في الدورة الأولانية غادي هز هذا، كيفاش تكون الدورة الأولانية؟ كانت البوكل تتساوي إي، هاجي تهز لي هاد الماكس وحط فيه القيمة الموافقة لهاد لانديس، القيمة الموافقة لهاد لانديس صفر، هو تيدو صفر، يعني هاد القيمة هادي نتاع 54 بيجي بحط عليها مثلا هو في الماكس. مزيان حتى لهنا لا مشكل. دابا ليطاب الأولى تهنيت منها وهو أنني إنيسياليزيت هذا الماكس بهاد أول قيمة. دابا بقات ليا ليطاب الاخرى، ليطاب الاخرى هي انه لما كانش هذا هو الاول اش غادي يدير؟ لما كانش الدوره الاولى بيقارن هذا الماكس مع هذا بكل بساطه بنقول ليه از از اف، غادي نقول ليه از از اف. الا كانت شنو؟ الا كان الماكس كبر مناش من تي دو اي اش غادي دير ليا؟ الا كان الماكس كبر من تي دو اي حل كل هذا السيستم داك الماكس حتى فيه تي دو اي. كيف هاد النقطة مهمة؟
باش قلنا احنا قلنا الدورة الأولى المقص فهاد السطر هذا الفكرة تقول على تطحن، قلت ليه هاد القيمة هادي اللي لانديس نتاعها صفر هزها وحطها ليها في المقص، طلعنا المقص في أول قيمة. دابا قلت ليه إيلز كيفاش إيلز؟ يعني ماشي الدورة الأولى فاش كل بوكل ما تدورش على الدورة الأولى تكون تدور الدورة أخرين، يعني فوت لي الكاز الأولى راه لي كاز أخرين، في الكاز الأخرين تنقعد تنتيستي تنشوف إلا لقيت أنا داك القيمة المقص مثلا هي هادي مثلا لقيتها كبر من تيدو إي، هاد تيدو إي قلنا متغيرة، إلا لقيت مثلا المقص كبر من هاد تيدو واحد مثلا قلب، ما لقي أفكتي كيفاش إلا لقيتو كبر ليه زاد القيمة هادي اللي كاينة في تيدو إي اللي ديك القيمة اللي بيلقى كبر من القيمة المقص بأفكتي أنا. إذا نعاود هنا نجي نأفيشي مثلا نكتب برناتي لو ماكس ايه ندير مثلا الماكس زاد بورسنتاج دي، اذا كومبيلي تلاحظوا انه قال لي اوكي حد نسيت انا الاقواس هنا في اف، تلاحظوا انه نسينا تبون فيكل كذلك بالنسبة لنا وحتى بالنسبة لنا، ثم نعود لكمبيلي القيمة المتوقعة 98، تلاحظوا انه كتب لي ناقص 9 هو قلب لي على اليمين، الى كان الماكس كبر من تي دو اي قلب، بمعنى خص الماكس يكون هو اللي صغر، كيفاش عندي انا خص تا يكون الماكس مثلا الماكس افترضنا هو هذا خصو تا يكون مثلا واش قال هز الماكس هو 54 مثلا وهز 90 اش قال واش الماكس كبر من هاد القيمة؟ نعم لقى كبر منها ويقلب، لا هو خصو تا يكون هاد القيمة الاخرى، هاد القيمة الاخرى كبر من هاد الماكس، بمعنى تيكون الماكس صغير حتى الحالة فاش يكون الماكس صغير وهاد تيدو اي كبيرة اللي بيحط ليا هاد تيدو اي كبيرة في الماكس الصغير. اذا نعاود كومبيلي من جديد تلاحظوا انه افشل لي القيمه المتوقعه اللي هي 98، اذا تبان لي الفكره غادي تحاول هو الشيء فيه شويه التركيز اما الامر راه سهل ان شاء الله تعالى، لا الفكره تبان لي تتضح حنا في الدرس الاخر ان شاء الله تعالى غادي نحاولوا نبحثوا على المين المينيمو وغادي نحاولوا نستخدموا تقريبا نفس الطريقه باش نحاولوا تعاود توضح الفكره نتاع الماكس والمين. إذن غادي نكتفي بهذا القدر هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.